هنايا غادي نمونطي الكتاف الجيب، راني صاوبتهم حيت راني دايرهم معاكم في واحد الفيديو. الا بغيتو ترجعوا تشوفوا الطريقه ديال هاد الجيب هادو، مبغيتش نديرهم هنا باش ما يجينيش الفيديو طويل. هنا غادي نمونطي الكتاف، هادي الجهه ديال الشمال قطعت هنا واحد الطرف فيه 27 سنتيم ولا 30 سنتيم حداش ما بغيتو تخليوها محلوله في الصدر، وغنلصقها في الجهه ديال الشمال اللي ما خلينا اللي خليت فيها غير سنتيم ونص ديال الخياطه. هادي غتجيني مدوبله هنايا باش هنا غنركب الازرار ديالي. شوفوا معايا هادي هي القطعه، غادي نخيطها دابا. هنا راه خيطتها باش غادي نقلبها هنا لداخل هكا على هاد الشكل، وغندوز عليها هنايا بعبر الصباط حيد هاد الزوائد اللي هنايا. هنا غنجيب الضوفات بجوج، حطيت وحده على وحده. هادي الجهه ديال اللي كتكون من الامام في غيكونوا الصدايف، غادي نخيط واحد سنتيم ونص ديالي. بس حتى هنايا فين شاده داك القطعه اللي قلت لكم، هنايا غديروا فيها واحد 5 سنتيم ولا 4. غنحبس هنايا بعدا ندخلها هكايا غتجي هكا. وداك 7 سنتيم اللي خليت في هاد الجهه ديال اليمين غادي نولي نطويها على هاد الشكل هذا باش غتجيني مغطيه هكايا. غادي نقلبها معكم من الظهر باش تبان لكم. كما شفتوا هذا هو الوسط، هذا لي الجهه ديال اليمين وهذه ديال الشمال. هنا فين خلينا 7 ديال السنتيم غنهز هكايا، وغادي نزيد داك 3 ديال السنتيم اللي خليت، غتجيني على هذا الشكل هذا مطويه هي هذه نشد هكايا. الا خفتوا ما تجيكمش مقاده من الاحسن تشدوها بالبانكات، طلعوها كامله بالبانكات عاد ديروا لها عاد دوزوا الماكينه. انا غادي نشدها هكايا، انا عبر القياس ديالي شحال خليت غنشد هنايا 3 ديال السنتيم ونص صافي، وغندوز بالخياط. هنا راه كنحاول نقادها باش تجيني مقاده. مشيت وانا طلعت انا قربت لهاد البلاصه هذه اللي كنت مخيطه فيها هاد القطعه اللي فيها 4 سنتيم، غادي نطويها هكا لداخل صافي، وغندوز عليها بالخياطه. هنايا غادي نحيد هاد الجهه هاد. كما شفتوا هاد البلاصه هادي هي اللي خيطت، كتجي هكايا بحال المارد ديال الصدايف، كتجي مسدوده كتجي بحال لي غير ديكور هنا من الفوق. هاي هنا غادي نحط عليها الصديفات ديالنا. الا بغينا نديرو صدايف حتى ما بغيناش نديرو راه غير كتبريسا وكتجي زوينه بلا صدايف، نديرو صدايف غير حد هنايا. بغينا نهبطوهم هكا وحده وحده نهبطوهم حتى لتحت.
هنا غنجي لهاد القطعه هادي غنقلبها لداخل وغندوز عليها بالخياطه، خيطها بعدا من هنايا. الكول ديالي نخيطو، صافي غادي نقلبو دابا، حيدلو هاد القنيسات وغنقلبو، نحاول نخرجلو هاد القنيات مزيان على هاد الشكل. صافي غنجي لهاد المنتصف اللي درت فيه الكرانة وغادي نلصقو مع الخلف. هذا هو الخلف، راني معلمه دايره فيه كرانه، غادي نشدو هكا. هنايا غادي نجيب الكول ديالي وغادي نلصقو من هنا، غادي نجيب هاد 5 سنتيم اللي عندي هنايا وغادي نقلبها عليه هكا. نشدو القطع بربعة بيهم 6 سنتيم وندوز بالخياطة حتى للجهة التانية. هذه الجهه الثانيه تجي على هذا الشكل. صافي من هنا هكا كتجي من الداخل، تجي مفينيه من هذه البلاصه. هذه هنا تدوزوا عليها بالسورجي وتعاودوا بالخياطه. هنا غادي ندوز مع هاد الكول بعبر الصباط، غادي ندوز عليه هنايا كامل، غنبدا من هنا. غادي ندوز من هنا بالخياطه، نرى الماكينه السورجي عندي خاسره اللي هي غندوز عليها غير هكايا، راني قطعت داك الزوائد وغندوز هنايا بالخياطه. صافي هذا هو الكول ديالنا، راه وجدناه، كيتسطوا هكا على هذا الشكل كيتحدد.
هنا غادي نمونطي لكم كما شفتوا هذه العلامه، راه كنديرها هي اللي من الجهه ديال الامام. هذه هي الضوفه ديالي، غنديرها من هنا من هذه الجهه. هنا غادي نمونطي الكمام، غنشد من هنا من راس الكم ونمشي معاه بالخياطه. هنا غادي نطوي سنتيم لداخل، وغنولي نطوي 3 سنتيم هنايا. هنايا غادي نطوي في الكمام، نطوي 3 سنتيم ديال لوغلي على هاد الشكل. هذه هي الكسوه ديالنا، راه صوبناها هنايا، باقي لي هنايا غير الصديفات، نركب لها صديفات هنايا ان شاء الله. من نركبهم ونحددها نوريكم الشكل النهائي، نلبسها الماركه ونوريكم الشكل النهائي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ويكون جاتكم الطريقه سهله، وتطبقوها ان شاء الله على شي كسيوه ولا شي تويب عندكم بغيتوا تجربوا هاد الكسيوات، راه كيجيو زوينين في الربيع. هذا هو الجويب ديالنا، كيجي على هذا الشكل. وما تنساوناش من الدعم ديالكم، وشاركوا في القناة وخليونا جيم باش تشجعونا ان شاء الله.